يعني حتى تنعش البلد ترى لما تسقط القروض، بس تعطي مجال انه بعد سنتين او بعد 3 سنين انك تقدر تاخذ قرض. زين القرض هذا اللي لما ياخذه راح ينتعش السوق مره ثانيه، يعني العقار يصعد مره ثانيه. يعني لا تشوف انك طيحت القروض وخلاص يعني طاحت العقار عندك، لا راح يرتفع مره ثانيه. ترى الناس راح تاخذ مره ثانيه لان في ظروف للناس مو دايم، يعني في ناس تروح علاج، في ناس عندها قروض الدنيا على ظهرها تسددها. يعني نتمنى من الله من زمان احنا نطالب الشغله هذه ان اسقاط القروض يريح المواطن. العقار متى يصعد؟ لما الناس ما عندها قروض يقدرون يشترون مره ثانيه. العقار تشوفه بسرعه ارتفع، الاقتصاد يرتفع مره ثانيه. انت لاحظ لما عجلوا الاقتصاد للمواطن لست شهور، شوف السوق شلون انتعش. العقار على حسب المبنى، مكان مو اي مبنى ما له سعر اروح ارفعه، لا في شروط تحط شروط. اهم شيء تحط لك اول شيء بند فيها شروط. والله احنا ياما سمعنا وياما واحد ما تصدق الا لما بالجريده الرسميه او تلفزيون الرسمي، هذا اللي يريحك. بس اتمنى من الله، لكن الاحساس اتمنى من الله. انا قاعد ولا انا عارف انه يمكن ما راح يطيع القروض الا بحاله واحده يطيحونهم، ان يحطون شو اسمه ايوه الضرائب عليك نور هني يطيحوا. هذا انا اللي تروالي في الشغله هذه، واتمنى ما تصير. لان يعني الناس حرام، يعني انت تصعد شو اسمه هذا وتوهقنا احنا نفس الشيء، ما سويت شيء يعني. طيب هم راح يحوشك الديون. عندي طبعا قروض الدنيا بعد، مو بس قرض واحد، لا قروض.